تحت الاختبار إلى توجيه الناتو ضربات لها وما شابه، كيف تشعرين أنت تجاه النظرة إلى الغرب وكيف هو يقف من دول الربيع العربي ومن ثورات الربيع العربي؟ أنا حقيقة إذا كانت مصلحة الغرب تصب في مصالح الشعوب فحيا بها، علينا أن نعمل من أجل مصالحنا المشتركة، لكنها كانت قبل ذلك كانت ضد مصلحة الشعوب. الآن بدأ ينسجم الغرب مع مصلحة الشعوب، بدءا بوقوفه مع شعب تونس، مرورا بوقوفه مع شعب مصر وليبيا وسوريا، لكنه لم يفعل ذلك مع اليمن. هو ضد مصلحته، هو الآن يقف ضد مصلحته، هو مش فقط ضد مصلحة الشعب اليمني، هو يقف ضد مصلحته لأنه لا زال يراهن على قوى تلعب بالإرهاب وتزرع القاعدة وتؤجج الفتن، يعني هل أفهم وتصدر منك وتصدر القلق للعالم. هل أفهم منك توكل أن المسألة هي أنه ينبغي أن نكون براغماتيين، يعني أنه إذا كان أحد سيفيد دول الربيع العربي أو سيدعمها ولو حتى لمصلحته فليأخذ منها الثوار مصلحتهم كذلك؟ المصالح المشتركة هي أساس الشعوب، قيام الشعوب، العلاقات بين الشعوب وبين الدول، فما هي مصلحتنا المشتركة؟ أعتقد أن المصلحة المشتركة الآن في المرحلة القادمة هي أن جميع شعوب العالم، وليس شعوب العالم العربي، جميع شعوب العالم تتمتع، يجب أن تتمتع بالحرية والديمقراطية، لأنه عصر الدكتاتورية انتهى، عصر الكره وعصر البغض وعصر الأسوار التي تفصل بين الديانات وبين القوميات وبين المناطق وبين انتهى. الآن ما هي المصلحة؟ المصلحة كيف ان احنا نستطيع ان احنا نعيش في كوكب واحد في ظل